تنعطف بقطار التطبيع باتجاه نظام الأسد عبر مسار جدلي وغامض. أردوغان وحكومته يفتحان بابا لحوار هادف مع الأسد ويؤكدان على دعم المعارضة والحل السياسي في الوقت نفسه، والنظام يرد بمطالب واتهامات ورسائل الجانبين، كتاب متفاعل وسطور غير مكتملة وأسئلة تنتظر الإجابات عن سياسة تصفير المشكلات. إذن قطار التطبيع الذي أطلقته تركيا قبل أكثر من عام لإصلاح علاقاتها مع دول عديدة يقف اليوم على حدود سوريا. فتح وزير الخارجية التركي قبل أيام الباب جزئيا بتصريحات مثيرة زادت إثارة على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تأكيدات ونفي وتحليلات وتسريبات توحي بانعطافة تقلق السوريين، رسائل من أنقرة إلى النظام وروسيا ورسائل عكسية منهما إلى تركيا. إنه ملف شائك ومعقد وربما لا يشبه كل الملفات والمحطات التي وصلت إليها تركيا في إسرائيل ومصر والسعودية والإمارات، لكنه مع ذلك يبقى ملفا دسما ومؤثرا، خاصة أن بعض أوراقه يتم تداولها في الداخل التركي ومنذ سنوات. هذا الملف وتفرعاته في تقرير محمد تغيب. في التاسع من آب أغسطس عام 2011، وزير الخارجية التركي السابق أحمد داود أوغلو يجري آخر زيارة له إلى دمشق ويلتقي الأسد قبل القطيعة بين البلدين حتى اليوم. وللمصادفة أيضا في شهر آب أغسطس الجاري يفجر وزير الخارجية التركي الحالي مولود جاويش أوغلو مفاجأة أثارت جدلا ولغطا كبيرين، أعلن عن لقاء هامشي عابر جمعه مع نظيره السوري فيصل المقداد في بلغراد أواخر العام الماضي، وهو أول لقاء سياسي معلن يحصل بين أنقرة والنظام منذ 11 عاما، حين أخذت تركيا موقفا صارما ضده ووقفت إلى جانب ثورة السوريين على كل الأصعدة. وهذا ما دفع كثيرا منهم للغضب قبل أيام في الشمال السوري، حين وصلت إليهم تصريحات الوزير التركي عن ضرورة المصالحة بين النظام والمعارضة، وهي مفردة نفاها لاحقا الرجل وتحدث عن تحريف لما قال، فما كان يقصده اتفاقا وتسوية سياسية وفق القرارات الأممية. ومع ذلك فإن باب الشك الذي فتحه بقي مواربا لاحقا رغم تطميناته وتصريحاته العديدة التي تخللتها عبارات توحي بإمكانية الحوار مع النظام. ستكبر كرة اللهب، ويتحدث أردوغان بعدها بأيام، ينبغي الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا، وليس من أهدافهم الانتصار على بشار الأسد، وإن الحوار السياسي أو الدبلوماسي لا يمكن التخلي عنهما تماما بين الدول، ويجب أن يحصل في لحظة ما. على الجانب الآخر يرد النظام باتهاماته المعهودة ضد تركيا، وبين هذا وذاك تكثر التصريحات والتحليلات حول إمكانية التطبيع وأن تخطو تركيا خطوات مماثلة لما فعلته مع إسرائيل والسعودية والإمارات ومصر. وهل الحراك التركي المحتمل تكتيك مؤقت مرتبط بالانتخابات المقبلة فقط، أم هو ضمن استراتيجية تصفير المشكلات التي ستشمل الجميع مع خصوصية الحالة السورية وتعقيداتها؟ إنها أسئلة مفتوحة وصعبة يطرحها الجميع، ومن بينهم سوري مقيم في تركيا وآخر تركي يحمي بلاده منذ سنوات من داخل سوريا. حول
حول هذا الملف معنا دكتور سعيد الحاج الباحث والكاتب في شؤون تركيا مباشرة في الاستوديو، ومعي السفير التركي السابق والأخير لدى سوريا السيد عمر أنهون من أنقرة، ومعي دكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية في مركز الدوحة للدراسات مباشرة من الدوحة. أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام. أبدأ مع السيد عمر أنهون. سيد عمر، الرئيس التركي قبل يومين قال بأنه ينبغي إحراز تقدم غير مشروط وخطوات متقدمة في العلاقة مع سوريا، فيما بدأ أنه تحولا في السياسة التركية تجاه سوريا. سبق ذلك أيضا تحول مع الإمارات، مع السعودية، مع مصر، وأيضا استدارة باتجاه إسرائيل. لماذا هذا التحول في السياسة التركية الخارجية في الآونة الأخيرة؟ شكرا جزيلا. قبل كل شيء أتمنى لكم بثا مباشرا ومساء الخير للجميع. إن السياسة الخارجية لتركيا على الأخص بما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في الآونة الأخيرة، التصريحات القادمة من وزارة الخارجية، نرى بأن هناك بعض الخطوات يتم رملها على هذا الطريق، لأن على الأخص منذ عام 2013 بعض العلاقات توترت جدا، ولكن خلال سنة أو سنة ونصف قبل كل شيء مع الإمارات العربية المتحدة وبعدها مع إسرائيل ومصر وفي النهاية مع المملكة العربية السعودية، هذه العلاقات المتوترة من أجل تصحيحها تم رمي بعض الخطوات. في الحقيقة في منطقتنا الدول بجانب بعضها البعض يجب أن تعوش بروح الأخوة والشقاء وأنهم كأشقاء، لذلك هذه الخطوة تعتبر إيجابية بالنسبة لي. وهذا التوتر الموجود مع سوريا تجاه ذلك تم رمي هذه الحملة. وفي 8 أغسطس دولة رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان عندما عاد من سوتشي أفاد بأن سوريا وتركيا وجهات الاستخبارية هي تتواصل مع بعضها البعض، هذا ما أفاد به، بالإضافة إلى أنه أفاد أن هناك ترددات حول الوضع الأمني في سوريا بما يخص الجانب التركي، وأن ذلك تم تشاركه مع روسيا، وأن روسيا من أجل الحل سوف تقوم وقامت بإشارة عنوان النظام السوري للتحاور معهم. لذلك وبعد ذلك مولد شاوشاول وزير الخارجية السوري كما تفضلتم في البحث منذ قليل بأن هناك منظمات الاستخبارية والمخابرات تتقابل مع بعضها البعض وتتحاور، وأنه مع وزير الخارجية السوري تحاور معه لفترة قصيرة غير بدون موعد سابق، وهذا يعني في نهاية الأمر أن العلاقة بين تركيا ومع إدارة نظام دمشق سوف يكون هناك إشارات معينة للتقدم للأمام. ذلك هذه ما زال باكرا للخوض فيها لان هي واشكالها الى اخره، ولكن اننا نرى بان هنا فتره زمنيه قد بدات، وهذه المرحله نراها فعاله. وانتم كما تعلمون سوريا في موضوع الازمه السوريه موقفها واضح وجلي، وهي كتركيا هنا تفيد بأن يجب تأسيس السلام والاستقرار في سوريا. سيد عمر، سنتحدث بالتفصيل عن هذه النقطة ومسألة الحديث عن إعادة العلاقات مع دمشق، لكن اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي في الاستوديو دكتور سعيد. أضاف أو أشار سيد عمر إلى مسألة أن السياق الإقليمي منذ عام ونصف ربما فرض هذه التغيرات في السياسة التركية الخارجية. هل يمكن أن نقول بأن هذه التغيرات، إن صح التعبير وإن كنت تتفق إن كانت تغيرات، بدأت فعلا منذ عام ونصف، أم أنها بدأت منذ عام 2016 منذ سقوط الطائرة الروسية وتوتر العلاقات في ذلك الحين بين تركيا وروسيا منذ ذلك الحين
وتركيا تستدير وتعيد التفكير في علاقاتها الخارجية. دكتور سعد، مساء الخير، تحياتي لك وللضيفين والمشاهدين. بطبيعة الحال عام 2015 وما بعده بعد التدخل الروسي في سوريا تغيرت قواعد اللعبة في القضية السورية. الملف السوري برمته الثقل الروسي غير كل المعطيات الميدانية وحتى السياسية، لكن هذا ليس السبب الوحيد. في ذلك الوقت وما بعده، ثم تحديدا بعد الانقلاب الفاشل في تركيا، تحدثت تركيا عن تكثير عدد الأصدقاء وتقليل عدد الخصوم، بمعنى كان هناك استدارة في السياسة الخارجية، لكن الإقليم لم يكن جاهزا لذلك، لا السعودية ولا مصر ولا دول وأطراف أخرى قبلت هذا الأمر، وبالتالي لم يتم. الآن مع الإدارة الأمريكية الجديدة بداية 2020 واضح أن هناك معطى متغيرا أو جديدا مستجدا في المنطقة، أنه مختلف الأطراف التي كانت على أطراف نقيض تماما في المعادلات الإقليمية الآن تتحدث مع بعضها البعض على أقل تقدير، فترة من التهدئة وفتح جسور التواصل وما إلى ذلك. فبالتالي يمكن أن نتحدث عن الإدارة الأمريكية الجديدة، وبالمناسبة رغبتها في التخفف نوعا ما من أعباء الملفات المتأزمة في المنطقة وتصالح إنجاز التعبير حلفائها الإقليميين في المنطقة، هذا جزء أساسي ومهم. يضاف على جانبه طبعا الأزمة الاقتصادية، أزمة كورونا أو جائحة كورونا مثلا، الاتفاق الأمريكي الإيراني المحتمل وما إلى ذلك، وهناك أيضا معطيات ميدان محلية عفوا مثل الأوضاع الاقتصادية في تركيا، الانتخابات المقبلة وما إلى ذلك. هذا كله دفع للاستدارة في السياسة الخارجية التركية. أنا طبعا أتحفظ على تسميتها بصفر مشاكل، لأن سياسة تصفير المشاكل كانت ذات رؤية، كان لها أبعاد محددة واضحة، أهداف كانت تسير على خطى ثابتة أنجزت، وكانت في ظرف إقليمي مختلف. الآن أنا أعتقد أن الأمر من باب الاضطرار أكثر منه رؤية ربما تنسج السياسة الخارجية التركية. لكن أعتقد أيضا ينبغي أن نضيف أمرين مهمين متعلقين بالقضية السورية. يعني عندما نتحدث عن تغير في السياسة الخارجية التركية أو انعطافها، كنا نتوقع مع السعودية مع مصر بدرجة أقل الإمارات، بالتأكيد الكيان الصهيوني، لكن مع النظام السوري أعتقد أن ذلك كان مستبعدا. هناك عاملان، العامل الأول وهو مهم واستراتيجي، أنه في السنوات القليلة الأخيرة لم يعد هناك كثير من التفاصيل التي تتغير لا في المسار السياسي ولا في المسار الميداني. انتهت التفاصيل التي يمكن للقوى الإقليمية تحديدا الثلاثي أستانا روسيا تركيا وإيران التي يمكن أن تتفاوض حولها ويمكن أن تغيرها، وبالتالي بتنا ننتظر إما حالة جمود أو حالة قفزات كبيرة تغير قواعد اللعبة مرة أخرى، وهذه ربما أحداها. الأمر الثاني متعلق بأنه الملف السوري بمختلف عناوينه وخصوصا اللاجئين السوريين في تركيا بدرجة أقل مكافحة الإرهاب في الشمال السوري باتت شأنا داخليا تركيا مؤثرة في استطلاعات الرأي كلها بطبيعة الحال، مؤثرة جنبا إلى جنب مع الاقتصاد في الانتخابات التي ينظر لها كل الأتراك على أنها مصرية وحاسمة في 2023. أكثر من ذلك ملف الاقتصاد الذي هو أول على أجندة الانتخابات، كثيرون ينظرون له حتى من البوابة السورية أو من النافذة السورية، وبالتالي واضح أن القراءة التركية، قراءة الحكومة التركية ذهبت إلى أنه ينبغي أن نغير شيئا ما حتى نحقق إنجازا أو نخفف عبئا داخليا ونعطي رسالة للناخب التركي أننا يعني ذاهبون لإنجاز ما. يضاف لكل ذلك، أختم بهذه الجملة، أن هناك طلبا أو ضغطا روسيا مستمرا على تركيا باتجاه الحديث مع النظام، وواضح أن هناك شبه فيتو على العملية العسكرية التي لوحت بها تركيا في الشمال السوري، وبالتالي بقي هنا أن تحاول تركيا أن تحقق أهداف العملية ليس بعملية عسكرية حتى هذه اللحظة، لكن إنما بالعلاقات مع روسيا ربما بحلول النظام محل قصد وما إلى ذلك، وهذه ستحتاج إلى تفصيل لاحق. نعم، سأعود لك دكتور سعيد. دكتور إبراهيم، يعني أشار دكتور سعيد إلى مسألة الضغط الداخلي ومسألة الانتخابات المقبلة، وأن ملفات مثل الملف السوري تحديدا بدأ وكأنه ورقة في يد المعارضة تنافس بها الحكومة التركية الحالية. هل يمكن أن نقول بناء على ذلك بأن هذا السياق الداخلي يجعل هذه التغيرات تكتيكية أم أنها تغيرات استراتيجية على المدى الطويل في الرؤية الخارجية التركية دكتور إبراهيم؟ يعني على المدى المنظور أعتقد أنها يعني هذه تذهب باتجاه الاستمرارية على الأقل بتقديري للثلاث أعوام القادمة، طالما أن هناك إدارة أمريكية في واشنطن هي بقيادة جوزيف بايدن. أعتقد بداية التحرك هذا، وأنا لا أختلف مع الدكتور سعيد بأن ولا معك بسؤالك بأن الاستدارة بدأت منذ عام 2016 منذ اسقاط الطائرة، ولكن لماذا الآن؟ لماذا هذا التحول الكبير في السياسة الذي بدأ وكأنه شيء رئيسي في السياسة التركية؟
أعتقد أن بداية القضية هي مسألة الانتخابات التركية، وتحديدا خوف وقلق بوتين من أن تصل المعارضة في أنقرة إلى الحكم، وهي الأقرب قلبا وبرنامجا سياسيا إلى واشنطن منها إلى موسكو. وكما رأينا أنه بخلال الست سنوات الماضية هناك كان تفاهما بين بوتين وأردوغان، استطاع أن يحل الكثير من المشاكل الإقليمية وليس فقط في سوريا، يعني كان هناك في ليبيا، في أرمينيا، ناغورنو كاراباخ، وأيضا الآن في موضوع سوريا. فخوف أو خشية بوتين من أن تصل المعارضة إلى الحكم في تركيا دفع بهذا الاتجاه نحو مساعدة أردوغان بالتصالح مع النظام من أجل سحب ورقة اللاجئين من يد المعارضة التركية التي ستستخدمها وباتت تستخدمها بشكل واسع في الانتخابات القادمة. فإذا استطاع بوتين بهذه الحالة أن يحقق مسألتين رئيسيتين، واحد أن يساعد حليفه أردوغان في الانتخابات القادمة وهذا جوهري بالنسبة له، والمسألة الثانية وهي على نفس الدرجة من الأهمية أن يحاول أن يغلق ملف الحرب في سوريا. وهذا ألا إذا سمحتيني مهم جدا بالنسبة إلى بوتين، وناتج عن انسداد الأفق أمام الناتو في أوكرانيا، في الحرب في أوكرانيا. فانسداد الأفق للحرب في أوكرانيا وعدم قدرة الناتو على إحراز تقدم جوهري وهزيمة بوتين في أوكرانيا دفع الإدارة الأمريكية باتجاه التصعيد ضد روسيا في مناطق أخرى من أجل أن يخفف الضغط على أوكرانيا التي لم يستطع تحقيق تقدم بها. فانتشر عندنا ضمن سياسة الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي اللي هو مفهوم تمديد الحرب أو الحروب بالوكالة، وهو النمط السائد الذي كان سائداً مع موسكو أيام الحرب الباردة. وأكثر المرشحين لهذا التمدد في الحروب بالوكالة هي سوريا، ومن خلال الورقة الكردية أيضاً ضد بوتين وأردوغان. فإذا إغلاق هذا الملف هو يقطع الطريق أمام إدارة بايدن التي تتبنى هذه السياسة من خلال تقارب تركي مع النظام السوري، وهو الهدف الآخر الأكبر الذي يطمح إلى تحقيق بوتين من هذا التفاهم ما بين تركيا والأردن. دكتور إبراهيم، سأنتقل بها إلى ضيفي آدم يلدن رئيس دائرة الحقوق والسياسة في حزب العدالة والتنمية الذي يشاركنا في مداخلة اليوم. سيد آدم، يشير دكتور إبراهيم إلى أن ما يجري من الحديث حول تطبيع مع بشار الأسد هو ضغط من بوتين لأنه يخشى خسارة حليفه أردوغان في الانتخابات المقبلة. هل ستنجح هذه الاستدارات السياسية الخارجية في إنقاذ أردوغان وحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة سيد آدم؟ مساء الخير، مساء سعيدا للجميع. تركيا جمهوريتي سياسة إن سياسة الجمهورية السياسة الجمهورية التركية الخارجية الفعالة نراها واضحة وتستخدم الدبلوماسية في حوارها، ورئيس جمهوريتنا في الأمم المتحدة أفاد دائما بأن العالم أكبر من الخمس دول، وبعد ذلك تركيا في هذا الموضوع نرى بأنها فعالة جدا، وهذا القول كان عبارة عن قوة دافعة لذلك، ودور تركيا معروف المهم في على الصعيد الإقليمي والعالمي، ورئيس جمهوريتنا برئاسة خلال الآونة الأخيرة منذ البداية كان دائما لديه مفهوم حول السياسة الخارجية بأننا نريد أن نحل العلاقة الصفر من المشاكل، تصفية المشاكل مع الجيران، وهناك كان وراء ذلك بعض عدم التوافق والتفاهم في السياسة الخارجية مع سيد أدم. أنا لا أريد أن أقاطع، لكن إلى أي درجة يمكن فعلا تطبيق سياسة صفر مشاكل اليوم؟ يعني نحن نتحدث عن إعادة العلاقات مع بشار الأسد الذي كان قبل عام فقط يعني يبدو عدوا في الدبلوماسية التركية.
هل يمكن أن يحقق الأسد ما يطلبه الأتراك تحديدا في مسألة الحرب على الجماعات الإرهابية وحزب العمال الكردستاني؟ هل تعولون فعلا على الأسد في ذلك؟ في البداية كان معروف ماذا تريد تركيا، وتركيا ليست دائما تتبع من يتبع الطريق من أجل أن يكسب الأعداء. تركيا دائما كانت من أجل وحدة الأراضي السورية، منذ البداية كانت تدافع عن هذا المفهوم، وكانت ضد عدم الاستقرار في سوريا، وكانت دائما تدعم الديمقراطية في الانتخابات التي تجري هناك. وفي شمال سوريا وجنوب تركيا هناك كثير من المنظمات الإرهابية تتواجد هناك، وسوريا في الحقيقة في هذه الكفاح ونضال ضد المنظمات الإرهابية، يجب عليها بأي شكل من الأشكال أن تنظر لذلك، لأن تركيا لن يأتيها سوريا لن يأتيها أي تضرر من حملة الأتراك ضد المنظمات الإرهابية في تلك المنطقة، وبذلك تريد أن تعود العلاقات بشكل طبيعي. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك خيرا لشعب المنطقة والعلاقات بين الدولتين، وتركيا تريد أن يكون سيد أدم. وزير الخارجية السورية تحدث عن ضرورة خروجكم من سوريا قبل الحديث عن أي عودة للعلاقات، هل هذا يمكن؟ هل يمكن أن تتخلى تركيا عن هذه الورقة؟ هل تسمعني سيد أدم؟ ممكن كرر السؤال لو سمحتي؟ وزير الخارجية السورية تحدث فيصل المقداد تحدث عن ضرورة خروج القوات التركية من سوريا قبل الحديث عن أي عودة للعلاقات، هل يمكن أن تحقق تركيا هذا الطلب، أن تتخلى عن هذا الكرت، عن هذه الورقة وجودها العسكري في سوريا؟ يعني في الحقيقة هذا الموضوع قبل كل شيء، نريد أن نكون نعلم بأن تركيا لا يوجد لديها أي ضرر في تواجدها في تلك المنطقة، ولا يجب علينا أن نقيم الوضع، هل أتى لهذه النقطة، وصل الأمر لهذه النقطة أم لا، لأن تركيا تريد وحدة الأراضي السورية والاستقرارية والديمقراطية أن تكون عامة وتعم في سوريا، وهذه هي السياسة التي تتبعها، وهذه السياسة التي تريدها بأنها وحدة الأراضي السورية. ومع الأسف من تلك المنطقة يوجد لدينا عمليات ضد تركيا، عمليات إرهابية. طرحت الفكرة سيد الكريم. سيد أدم يلدم رئيس دائرة الحقوق والسياسة في حزب العدالة والتنمية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من اسطنبول، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. بالعودة إلى ضيفي سيد عمر، سيد عمر يعني ونحن نتحدث عن مسألة إلى هذه الدرجة شائكة، إعادة العلاقات مع بشار الأسد، هل تبدو هذه المطالب التي يطرحها كلا الطرفين سواء الجانب التركي أو حتى الجانب السوري مبشرة بالخير؟ هل تؤشر إلى أن العلاقات يمكن فعلا أن تعود وأن يستفيد الأتراك من هذه النقطة في الانتخابات المقبلة؟ سيد عمر. نعم سألتك سيد عمر، هل يمكن أن تكون هذه الأمور على أرض الواقع قابلة للتطبيق؟ مسألة مثل إعادة العلاقات مع بشار الأسد، المطالب التي طرحت من كلا الطرفين، هل يمكن فعلا أن تتحقق، أم أن هذا يجعل الحديث عن ذلك مجرد محاولة لن تؤتي أكلها؟ بشكل مختصر جدا أريد إفادتكم ببعض الأمور قبل كل شيء، لأن هذه الأمور يجب عليها أن أفيد فيها في كلامي هذا. حاليا هذه الأزمة من أجل
تركيا ومن أجل سوريا تعتبر مهمة جدا ومهمة من أجل المنطقة ومن أجل جميع دول العالم، ويجب تشكيل شيء ليحل هذا حل لهذا الموضوع، ويجب الجميع أن يساهموا في ذلك. وهذه المرحلة الجديدة يوجد لديها تأثير كبير جدا حسب ما فهمت من المتحدثين الآخرين على الصعيد الاقتصادي، وأن العبء الموجود على النظام في سوريا يجب تخفيفه، لأن حاليا السياسة التركية والمنتخب التركي هناك موضوع الاقتصاد أيضا يؤثر عليه في تركيا، لذلك موضوع اللاجئين أيضا موجود في تركيا، لذلك الحكم في تركيا حاليا من أجل أن يتخلص من هذا الموضوع يبحث عن كثير من السبل بشكل واضح ونراه جلي لنا، لذلك هذه الفترة ليست سهلة هي ليست سهلة أبدا، ويوجد وراءها الكثير من المعضلات. في سوريا يوجد هناك كثير من العاملين على الساحة الفعالين الإيرانيين والدول العربية وإسرائيل، وكثير من الأمور في السابق وفي الحاضر تختلف كثيرا من واحد إلى آخر، لذلك بدون الوصول إلى فائدة مشتركة بين الأطراف لا يمكن حل الوضع في سوريا، ويبدو بأنه صعب جدا. والثاني، هناك النظام الحاكم والمعارضة الموجودة لا يريدون أن يتقابلن مع بعضهما البعض. إذا نظرنا إلى المعارضة نرى بأن هذا النظام استخدم الأسلحة الكيميائية ضده ولا يريد أن يتقابلن معه، ويريدون أن يحاكمون على الصعيد العالمي في المحاكم. والطرف الآخر إذا نظرنا إلى النظام يرى أن بشار الأسد الذين هم يرى بأن كل الذين مقابله هم إرهابيين، ولا يوجد أي معادلة ليتفقون عليه ولا يبدو ذلك. دكتور سعيد، مسألة الموقف في المنتصف، هذه المسافة التي تفصل بين تركيا والمعارضة والتي تريد تركيا أن تردمها بينها وبين النظام، إلى أي درجة يمكن أن تنجح؟ كيف يمكن أن تحافظ تركيا على هذين المسارين دكتور سعيد بذات الدرجة؟ دعيني فقط أولا أشير إلى أننا نتحدث عن تغير كبير، لأن أثره كبير، لأن الدور التركي في القضية السورية الآن متفرد، ليس هناك دولة تلعب نفس الدور إلى جانب المعارضة السورية كما تركيا، ولذلك أي تغير بسيط قد يكون في الموقف ارتداداته كبيرة جدا. ولكن أنا لا أرى مثلا أن هناك انقلابا كبيرا في الموقف بالنسبة لتركيا، يعني نتحدث الآن عن تطبيع كامل وسريع للعلاقات مع النظام، نحن نتحدث عن انفتاح على إمكانية الحوار مع النظام لتحقيق أهداف معينة، وهذا أمر مهم لكن أيضا تبعاته كبيرة، وبدليل أنه حتى اللحظة ما زالت تركيا تعول على نفسها، على قوتها وقواتها المسلحة في مواجهة المنظمات الانفصالية، وحتى حصل مرة أو مرتين قصف لقوات للنظام في ظل الحديث عن الحوار معه. الأمر الثاني سريعا، أنه روسيا ليست فقط مهتمة بالموضوع السياسي أو العسكري، أو أعتقد يعني ليس فقط الموضوع السياسي أو العسكري هو الوحيد الذي أقنع تركيا أو شجعها على هذا المسار، هناك موضوع اقتصادي مهم على هامش الحرب الروسية الأوكرانية، ومع اقتراب الانتخابات ومع الأزمة العالمية واضح أن هناك أيضا اتفاقات أو تبادل تجاري معين يخدم الطرفين روسيا وتركيا في هذا المجال، وهو من ضمن دعيني أقول عوامل الإقناع الروسية لتركيا، فكرة حتى الحديث التعامل بالعملات المحلية وما إلى ذلك. الأمر الثالث والمهم، بغض النظر عن السقف العالي الذي رفعه النظام على لسان وزير الخارجية وما إلى ذلك، أنا أعتقد أنه بوتين لم يكن ليطرح الأمر بكل هذه القوة مؤخرا مع أردوغان في قمة سوتشي دون أن يكون فعلا قد أعطى ضمانات معينة عن موقف النظام. لكن مع أن أفتح قوسا مهما هنا تعقيبا على كلام الدكتور إبراهيم، إذا كان بوتين يرى هناك مصلحة في إعادة انتخاب أردوغان رئيسا، فإن بشار الأسد بالتأكيد ينظر إلى أن قدوم المعارضة بالنسبة له مصلحة أكبر، ولذلك هنا قد ندخل في حالة تنافس داخل المحور، تنافس روسي إيراني ربما على أو يعني نظام السوري قد لا يكون قراره بالكامل في الجيبة الروسية إنجاز التعبير فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة. أنا أعتقد أنه بالمقدار الذي تركيا تعول على إنجاز سريع فيما يتعلق بالحوار بمكافحة الإرهاب بإعادة اللاجئين السوريين، أعتقد أن النظام السوري سيراهن على التمهل أكثر، إما لانتظار شيء من الانتخابات أو حتى ربما للضغط أكثر على حكومة أردوغان. فيما يتعلق بحديث حضرتك، أنا أعتقد أنه على أقل تقدير فيما يتعلق بالمقيمين السوريين داخل تركيا كان هناك أعتقد عدم توفيق للحكومة التركية في بعض المحطات التي تماهت نوعا ما مع الخطاب المعارض، كان ينبغي لها
أن تلتزم برؤيتها وأن تدافع عنها وأن تقدم سرديتها الخاصة بها وأن تفند الإشاعات والمعلومات الخاطئة وبعض التحريض على السوريين، لأن ذلك أولا هو السياسة الصحيحة، وثانيا حتى بالمعنى البراغماتي هو مصلحة سياسية، لأن كل التنازلات بين مزدوجين التي قدمتها الحكومة التركية فيما يتعلق بالملف السوري هي انقلبت لمكاسب للمعارضة وأحيانا حتى لبعض التيارات العنصرية، كانوا وراء كل محطة أو تراجع أو تغير أو تصريح معين يقولون انظروا هذا ما كنا نطالب به، إذا نحن محقون والحكومة على خطأ، وهذا حصل حتى الآن، حتى اللحظة هذا يحصل. وبالتالي فكرة حتى أن الحكومة أو أردوغان الرئيس أردوغان سيحصل على مكاسب كبيرة من هذا الأمر أيضا ليس مضمونا، خصوصا أنه مرتبط أيضا بعوامل كثيرة وفواعل متدخلة. تحقيق أهداف هذه التقاربات دكتور إبراهيم إلى أي درجة يمكن أن تنجح، يعني سواء مع سوريا أو حتى في الملفات السابقة؟ يعني أيضا تطرح أسئلة حول نجاعة الخطوات تجاه مصر وتجاه السعودية وتجاه الإمارات، إذا كان هناك أهداف سياسية واقتصادية، دعنا نتناول بداية المسألة السياسية، هل ستحقق جدواها في الملف السوري؟ وهل حققت أصلا جدواها في الملفات السابقة مصر والسعودية والإمارات؟ يعني هذه السياسة هل يمكن أن تفيد فعلا أردوغان؟ يجب أن نميز ما بين المشكلة ما بين تركيا والنظام السوري مع تركيا والدول الأخرى، يعني التوترات التي كانت ما بين تركيا والسعودية على سبيل المثال أو الإمارات هي ليست توترات جوهرية، هي ليست قضايا أمن قومي بالنسبة لا لتركيا ولا للدول الأخرى، فهناك يجب أن يعني تكون هذا التفريق واضح في أذهاننا. بالنسبة إلى العلاقة مع النظام السوري، القضية هي أكبر من ذلك بكثير، يعني هناك قضايا الحدود، قضايا الورقة الكردية، المعارضة السورية التي، وهنا يعني تبرز المشكلة الكبرى في قضية إمكانية تحقيق جوهري وملموس في قضية التقارب هذا. فالنظام السوري على سبيل المثال لن يقبل بأقل من حل القضية، يعني موضوع إدلب بالكامل وإعادة اللي هو سيطرة النظام على كل سوريا، وتركيا ليس من الواضح بأن لديها استعداد أن تقدم تنازلات كبيرة في موضوع المعارضة السورية، يعني حسب ما رأينا السياسة التركية الإقليمية في موضوع صفر المشاكل هي أنها تحاول مسك العصا من الوسط والتصالح مع الطرفين بحيث لا تقدم تنازلات جوهرية إلى الطرفين، يعني تحتفظ بعلاقات قوية مع إيران وكذلك مع السعودية، عملت مصالحة مع إسرائيل ولكن ما زالت تدعم الفلسطينيين. صحيح. وهذا التقارب مع النظام السوري إن حصل لا يعني أن تركيا مستعدة أن تضحي بالورقة المعارضة بالكامل في تحديدا في موضوع إدلب، وهذا طبعا لن يرضي النظام السوري بأي شكل من الأشكال. القضية إذن تعود إلى من يصنع القرار في الملف السوري. أنا برأيي من يصنع القرار يعني ضمن المعادلة هذه كلها هو بوتين، يعني هناك تأثير للنظام ووجود للنظام، ولكن بنهاية المطاف حسب ما رأينا عبر السنوات الماضية أن بوتين هو من يصنع القرار، حتى إيران ليست صاحبة قرار كبير في موضوع سوريا إذا وجد القرار الروسي على الطاولة، ولهذا السبب أعتقد أنه من الممكن أن نرى أن هناك المحصلة أو الإجابة لسؤالك، من الممكن أن نرى هناك تقاربا محدودا في المستقبل المنظور مع النظام، ولكن دون أن يحصل تقدم كبير في موضوع حل موضوع المعارضة السورية ككل. وهذا طبعا قد نصل بنهاية المطاف إلى طريق مسدود، فإذا العقبات كبيرة، تحديات كبيرة، ايضا ما زلنا لم نطرح قضيه استعداد الولايات المتحده. هذا موقف مهم، لان الولايات المتحده الامريكيه ايضا موقفها من كل ذلك مهم جدا، سنعود لهذه النقطه وايضا لمساله الهدف الاقتصادي والجدوى الاقتصاديه، لكن دعونا نتوقف عند هذه الماده التي تتحدث عن العلاقات التركيه مع سوريا والتي مرت بمحطات بارزه منذ عقود وتخللها صعود وهبوط في اكثر من مره. نتابع هذه الماده ثم نعود للنقاش.
دكتور سعيد، إذا كان ثمة شكوك حول الجدوى السياسية من هذه التحركات، تحديدا التصريحات الأخيرة صوب بشار الأسد والتي فصل بها دكتور إبراهيم فريحات، ولأن المنطقة تحكمها بشكل أو بآخر السيولة السياسية وتجعل السياسات ربما سياسات يومية أكثر منها استراتيجية، ماذا عن الجانب الاقتصادي؟ هل يمكن أن يحقق ذلك الجدوى الاقتصادية التي تطمح لها الحكومة التركية، حزب العدالة والتنمية، في ظل انهيار اقتصادي، في ظل حديث عن تراجع للليرة التركية، خصوصا وأن الوعود بالاستثمار سواء كانت السعودية أو الإماراتية حتى الآن لم تتحقق كلها؟ يعني كان هناك ربما مبالغ بسيطة ضخت، وعود باستئناف الاستثمارات، لكن ذلك لم يحقق جدوى حتى الآن. صحيح، صحيح جدا، وأنا كتبت في ذلك بالمناسبة. أنا أعتقد أن ذلك متعلق بالتصور التركي، تصور الحكومة التركية، والذي هو مبني على أنه لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات حاليا، وأنه مجمل مسار السياسة الخارجية يهدف إلى ثلاث أمور أساسية. أولا تخفيف الأزمات أو تخفيف الانخراط، حدة الانخراط في الأزمات المختلفة، وسوف نرى ذلك بشكل واضح في عدة دول، لأن ذلك يخفف الاستنزاف. الأمر الثاني أن تهدئة هذه التوترات يستهدف إلى جلب الاستثمارات، وجزء من التوجه نحو السعودية والإمارات وما إلى ذلك يهدف لهذا الأمر. وخلال زيارة محمد بن زايد إلى تركيا كان هناك حديث عن استثمارات ضخمة لم يضخ الجزء الأكبر منها كما تفضلتي. والأمر الثالث أنه هناك رغبة في تقديم منجز ما أو صورة منجز ما للناخب التركي، أنه تحديدا في الملف السوري الذي هو بات مثار جدل واستقطاب في الداخل التركي. وبالتالي هذه الأبعاد الثلاثة تدفع مع العوامل الأخرى التي ذكرناها إلى هذا الأمر بالنسبة لتركيا. وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون هناك عائد سريع وكبير، لكن على أقل تقدير هي محاولة وسعي من الرئيس أردوغان لتقديم شيء يمكن أن يدعم الموقف الانتخابي. جزء من هذه الأمور أساساً رأيناها مثلاً في الموضوع المصري، في الموضوع السعودي الإماراتي، وأنا هنا سأتفق كثيراً مع الدكتور إبراهيم أنه، وهذا ذكرته على مدى سنوات، ليس هناك تناقض في المصالح الجوهرية بين تركيا من جهة وبين مصر والسعودية والإمارات من جهة أخرى. كان هناك حالة استقطاب، كان هناك حالة اصطفاف في المنطقة، وإنما انظر إلى الاقتصاد، للجيوبوليتيك، للطاقة، حتى للاصطفافات المتعلقة بالمصالح الجوهرية، غاز المتوسط وما إلى ذلك. هناك مصلحة جوهرية كانت مثلا لمصر، لكنها اصطفت مع اليونان لأن هناك موقف من تركيا، حالة استقطاب في المنطقة، الأزمة الخليجية، الربيع العربي وما إلى ذلك. لكن كل هذا استقطاب فرض الربيع العربي، هناك بون شاسع بين هذه الدول وتركيا. والآن كل هذه الدول ومن ضمنها تركيا تطوي صفحة الربيع العربي تماما، ربما آخر الصفحات هي سوريا، لكن قبلها كان مصر وكان هناك صفحات أخرى طويت. وبالتالي أنا أعتقد أنه هناك بوابة تفتح على مسار، لا أعتقد أنه سيكون مسارا سريعا، هو مسار بطيء متدرج بطبيعة الحال، وسأذكر الآن ماذا أقصد بالتدرج، وليس مضمون العواقب، لكن هناك على أقل تقدير ضمانات أولية ربما من بوتين لأردوغان خلال قمة سوتشي. ولاحظي أن كل هذا التواتر في التصريحات أتى بعد قمة سوتشي، يعني حتى ما قبلها كان هناك حديث رسمي يتحدث عن الأسد باعتباره قاتل لشعبه. الآن يتحدث عن النظام السوري. لكن دكتور سعيد، يعني اسمح لي، أشرت إلى مسألة أنه من الناحية النظرية لا يوجد يعني خلاف المصالح بين هذه الدول، لكن أيضا من الناحية النظرية هناك أكثر من 4 ملايين إنسان سوري في تركيا، وهناك مثلهم في الشمال السوري. بالتالي هذه المعارضة التي اليوم اجتمعت أيضا مع وزير الخارجية التركي هي تلعب دورا وربما تؤثر في المشهد، وهي أحد المفاعيل. وهذا كله يعيدنا إلى مسألة ربما هشاشة يعني هذه العلاقات الحالية الآنية التي تحدث في هذه الدولة. شكرا جدا لهذا السؤال. بالتأكيد تركيا لن تذهب لهذا المسار متخلية تماما عن أوراق قوتها، لن تخرج قواتها من سوريا، لن تتخلى عن المعارضة السورية لا السياسية ولا العسكرية. بالمناسبة وزيارة وفد المعارضة اليوم ولقائه مع تشاوش أغلو كان رسالة واضحة، رغم أنه خلف الأبواب المغلقة قد يكون تحدث في مسار التقارب والحوار ودور المعارضة في ذلك. لكن تركيا هنا كنت أقول ليس انقلابا بالكامل على كل المسار وستذهب تماما لتطبيع كامل مع النظام، ما زالت المواقف والرؤى متناقضة بشكل كبير. ربما هذا يشبه أيضا العلاقة بين تركيا وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبين تركيا وبين أيضا يعني بعض رموز القضية الفلسطينية، هي تدعم بشكل أو بآخر القضية الفلسطينية لكنها أيضا تتحدث عن عودة العلاقات. يعني أنا أعتقد الفوارق كبيرة جدا بحيث لا يمكن عقد المقارنة بهذه الطريقة. يعني أشار إلى ذلك دكتور إبراهيم، وهذا يعني أيضا القصد أنه تركيا لا تنحاز تماما، هي تحاول أن تبقى مع جميع الأطراف على درجة ما من العلاقة، لكن دعيني أتحدث فقط عن المصالح.
رغم التناقض الكبير وأنه الشجرة التي يمكن أن ينزل عنها عالية جدا ربما فيما يتعلق بالملف المصري والسوري، لكن دعينا نتحدث عن سوريا تحديدا. تعلمين أنه المعارضة التركية لسنوات تقول أن هناك مصلحة جوهرية لتركيا بالحديث والتعاون مع نظام بشار الأسد باعتبار أن هناك مصلحة مشتركة هي القضاء على المنظمات الانفصالية. هذا الحديث الذي كررته المعارضة طويلا مؤخرا أسماء وأقلام محسوبة على الحكومة التركية وعلى رئيس الرئيس تتحدث بنفس المنطق، أضيف لها الآن ملف الملايين من السوريين المقيمين على الأراضي التركية والذي بات محل مهاجمة ربما ومناكفة لحكومة العدالة والتنمية من قبل المعارضة وبعض التيارات العنصرية. هناك رغبة ورهان ربما على أنه يمكن أن نسرع هذه الوتيرة ونقدم صورة إنجاز للناخب التركي عبر التعاون مع الأسد، لأنه دون أن يكون هناك ضمانات معينة لأمن الناس الذين سيذهبون للشمال السوري لن يذهبوا طواعية للشمال السوري. وبالتالي البعض يقول إذا كنتم تريدون منطقة آمنة بدل أن تواجهوا النظام تحدثوا مع النظام الآن. هذا طيب. مرة أخرى ليس مسارا مضمون العواقب، ليس مسارا سريعا ومضمونا، لكن في نهاية المطاف هناك رهان على هذا الأمر. بالمقابل تركيا لا ترفع يدها إنجاز التعبير أو إصبعها عن الزناد، ما زالت تحاول أن تقوم بذلك. هذا يضع الموقف التركي أمام أمرين، أحد هذين الأمرين سيد عمر موقف محرج مع المعارضة، وبعض الخطاب الشعبوي أيضا الموجود في تركيا هو أنكم اليوم تتراجعون عن سياسات قمتم بها لأكثر من 10 سنوات، وهذا يعني أنكم فشلتم، وهذا كان واضحا في رد المعارضة على مسألة العودة لبشار الأسد. أنتم فشلتم في هزيمة بشار الأسد وبالتالي اليوم تحاولون العودة للعلاقات معه، هل هذا ربما سيفشل الخطوة التركية أو يضعها أمام مأزق داخلي من حيث لا تدري سيد عمر؟ في السياسات رأينا بأن النتائج لم نحصل المرجوة لم نحصل عليها، لذلك فتحت أبواب لسياسات أخرى، أي الحكومة السورية والنظام السوري منذ البداية في هذه الفترة. أنا لا أعتقد بأن تنتظر نتائج سريعة، ولكن نعم نحن نعلم بأن هذه المشاكل موجودة ونرمي بعض الخطوط في هذا المساء، وأرادت أن تري نفسها هذه الحكومة تحاول أن تعمل شيء، تريد الحكومة أن تري نفسها بهذا الشكل، وهذه في فترة قصيرة على أمد قصير لا يمكن أن نحصل نتائج. ثانيا هذا لا يجب أن يكون بهذا معناه كالتالي: سوريا من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الدائم، إذا كان اضطر الأمر للتكلم وجها لوجه نتكلم، ولكن أنا أتفق مع بشار الأسد وأترك المعارضة بهذا على جنب، لا يوجد مثل هذا ولا يجب أن يكون بهذا الشكل. الثالث هو ليسوا الأتراك الذين هم سيحلون هذه المعضلة، المعضلة ستحلها السوريين. الأزمة في سوريا إذا كان والأزمة أراد حلها، نعم تركيا سوف تكون في أحد الأطراف، ولكن الأمر يقع على السوريين بحد ذاتهم وسوريا. هذه المراوحة سيد عمر، هذه المراوحة هل ستقنع الناخب التركي؟ تفضلي، شو السؤال زبطيدي؟ هذه المراوحة هل ستقنع الناخب التركي إن كانت لن تحقق نتائج على المدى القريب؟ لن تعيد اللاجئين على الأقل الآن، هل يمكن أن تقنع الناخب التركي؟ هل يمكن أن تحقق هذا الهدف على الأقل بالنسبة لحزب العدالة والتنمية؟ إن موضوع سوريا على الأخص ما يخص اللاجئين وموضوع الأمني، نعم ممكن أن تؤثر على على الانتخابات وتجلب أصوات معينة، ولكن إذا أخذنا بيدنا موضوع اللاجئين وحل مشكلة اللاجئين ليس في تركيا، بيد الحكومة السورية والنظام السوري، ولا أعتقد أن بشار الأسد يريد عودة هؤلاء اللاجئين إلى دولته. من أجل عودة هؤلاء اللاجئين يجب
تحقيق شروط معينة هناك ويجب أن تكون جيدة وأن تتحقق تلك الشروط، ونحن ندرك ذلك، ولكن نرى بأن هذه الشروط لم تتحقق فقط، لذلك عودة هؤلاء اللاجئين تمام. نحن نرى أن هناك بعض الخطوط، ولكن الطرق يجب فتحها، وأنا أفتح هذه الطرق. لذلك كحكومة أقوم بالتواصل مع الحكومة السورية، لذلك ومن أجل التأثير على الناخب التركي. وثانيا الأراضي السورية هناك فوقها يوجد مشكلة أمنية ومشكلة الـ YPG وحزب PKK الإرهابي. سيد عمر، إلى مسألة صعوبة تحقيق هذا على المدى القصير على الأقل، اسمح لي لم يتبقى لدي وقت، أريد أن أسأل دكتور إبراهيم عن الأمر الثاني الذي تضع هذه المقاربة أمام تركيا، وهي مسألة إمكانية أن تفقد تركيا مكتسباتها خلال 10 سنوات السابقة. يعني تركيا فرضت نفسها كلاعب إقليمي، بررت انخراطها الإقليمي من خلال دوافعها السياسية، الآن هي تبدو وكأنها تتراجع عن هذه السياسات، إلى أي درجة يمكن أن تحقق تركيا الهدف من هذه الانعطافات دون التخلي عن المكتسبات السابقة؟ هل يمكن ذلك؟ نعم هذا ممكن، ولكن من يحدد الإجابة عليه بالحقيقة هو من سيكون بالحكم في بعد الانتخابات التركية القادمة. إذا وصلت المعارضة إلى الحكم سنرى أجندة سياسية وبرنامج سياسي وسياسة خارجية تركية مختلفة جوهريا عما نقوم به بالوقت الحالي، وسيكون هناك إعادة النظر في تقريبا جميع الملفات الإقليمية. فإذا هذا متروك لما بعد الانتخابات، ولكن سؤالك إذا استمر الحكومة الحالية العدالة والتنمية بالحكم، لا أعتقد ذلك بالحقيقة، لأن من يصنع القرار بنهاية المطاف هي القوة الإقليمية المؤثرة، وهذا إعادة صفر المشاكل وتصفير المشاكل والتصالح الذي قامت به الحكومة التركية بالوقت الحالي تقريبا مع جميع صناع القرار في المنطقة، مع السعودية والإمارات وبوتين وإيران، هذا يؤدي بالعكس تماما إلى يعني زيادة النفوذ وزيادة القدرة على المحافظة على الإنجازات التي حققتها خلال 10 سنوات الماضية. بنفس الوقت سيكون هناك خسائر مثلا على مستوى النظرة الشعبية أو نظرة بعض الملفات، المعارضة كيف ستنظر تركيا، أيضا الفلسطينيين كيف سينظرون إلى تركيا في وقضية إعادة العلاقة مع إسرائيل في هذا الموضوع. نعم هناك خسائر ستكون ضمن هذه التصورات، ولكن بنهاية المطاف التصالح مع القوى المؤثرة وصانعة القرار في المنطقة هو بالعكس تماما يؤدي إلى زيادة النفوذ والقدرة على تحقيق إنجازات أكثر منها الخلافات الماضية التي تم أهدر بها الكثير من الطاقة والإنجازات الأخرى على شيء غير موجود، على سبيل المثال بالخلاف مع المملكة العربية السعودية والإمارات. دكتور سعيد، هل يمكن فعلا هذا أن يزيد نفوذ تركيا؟ يعني هو على أقل تقدير يحافظ على المكتسبات، أنا أعتقد أنه ما حققته تركيا صعب جدا التراجع عنه، وذكرنا أنه أحد أهم دوافع هذه الانعطافة هو تخفيف الأزمات وحدة التوتر في السياسة الخارجية ويحافظ على المكتسبات. من جهة ثانية وهذا مهم، أنه حتى لو أتت المعارضة فازت بانتخابات 2023، وإن رغم أن المعارضة معارضات، لكن حتى لو فازت المعارضة جزء مهم من المسارات التي خطها أردوغان والعدالة والتنمية ستحافظ عليها هذه المعارضة، كل ما يتعلق بالأمن القومي التركي وحتى أمن الطاقة وغاز المتوسط تقريبا معظم أحزاب المعارضة متفقة عليه ومجمع عليه، وبالتالي لا أتوقع تراجعات. ربما سيكون هناك خلاف أو يعني اختلاف في الخطاب، في الشكل، في الأسلوب، في العلاقات، لكن مكتسبات التي حققتها تركيا لا أعتقد أنه سيكون هناك تراجع عنها. دكتور سعيد الحاج البحث والكاتب في الشؤون التركية، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا ضيفي من الدوحة دكتور إبراهيم فريحات، وشكري الجزيل للسيد عمر أنهون السفير التركي السابق والأخير لدى سوريا، كان معنا من أنقرة. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.